دكتور طارق، لو تحدثنا عن أدب الطفل، هناك أسئلة كثيرة حول هذا الأدب، ولكن ما هي الإسهامات التي قدمها الدكتور طارق البكري اتجاه أدب الطفل منذ بدايته كتابته في هذا المجال حتى اليوم؟ يعني هناك العديد من الأعمال التي يعني كان لنا بفضل الله سبحانه وتعالى دور بالقيام بها، كان على صعيد إنشاء عدد من المجلات، ولكن كان على صعيد إنشاء مجموعة من يعني الصفحات التربوية، الصفحات المتخصصة الخاصة بالأطفال في المجلات العامة وكذلك في المجلات المتخصصة، إضافة إلى بعض الصحف، ومنها أيضا مجلة كنا نصدرها مع وكالة أنباء الكويتية كونا، اللي كانت بعنوان كونا الصغير، وهي من أهم الأمور التي يعني قمنا بإنشائها على المستوى الإعلامي. ومن الأشياء التي يعني لافتة بالنسبة لي هي إنشاء جماعة أدبية بعنوان جماعة أدب الطفل العربي. هذه الجماعة التي يعني تضم عددا كبيرا من الزملاء العرب المنتشرين يعني من أقصى الخليج إلى المحيط العربي، يعني نجد معنا زملاء من المغرب، من تونس، من ليبيا، من مصر، من السودان، من اليمن، كل الدول العربية والعراق، لبنان، يعني الكويت إلى آخره، كلهم يعني يعملون في إطار واحد. جميل. وكان لنا شرف قبل يومين أنه تم إقامة مؤتمر، وهو المؤتمر الثالث الخاص الذي تقيمه الجماعة، وكان بعنوان مسرح الطفل ما بين الواقع والمأمول، وكان هناك حضور مشرف، وبحمد الله يعني خطوات هذه الجماعة ثابتة، وتم تأسيسها منذ حوالي 7 سنوات وهي مستمرة، وقمنا بعدد من الأنشطة، كما أنه لدينا بعض الزملاء رؤساء تحرير معنا في المجموعة، إضافة إلى يعني رؤساء تحرير لمجلات علمية يقومون بتغطية بعض الأبحاث وكتابتها وغيرها من الأمور، وهذه يعني بعض الإنجازات بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن دكتور، لأدب الطفل العربي تحديات المتعة والمنافسة.